غدرة قوم مع مئة بزهرة قطع العين شهرة حمرة والشرطي لقط النمرة غل صابك همل يا هامل معقول الشرطة عملت كمين؟ لا يا رجل صدرك والصدرك والصدرك صدرك وال يا هلا والشرطة عندك كمين بس هو قلبه عاليمين دعس وعطاها بنزين رايح جاي المسكين شحط لبس شجر التين شلف وعطاها غبرة صدرك وال هيا انا اموري تمامات بالله جاج بتحكي انت هسه بس فوقك عسنايك بهر لك اياهم حبيبي تقول لك قصه طرمه انا اول وانت تني وحمود فستك فاضي والله يلا بعرف انا ليش تلعب معك لجل انه انا مطلوب لبطولات اوروبيه على الدواحل بس شو بدي اعمل يعني هذا رونالدو بلش من الحاره يعني تفكرش يا حبيبي خلصني اشوف اوعى ايه يلا ابدا العب اول حموته اذا ما باخذ لك اياه رايح جاي انسى ما بقاش السيتي يا زلمتي يلا يا زلمة هسه بلا حكي كيف فضى ايو بيلة ميلك بزقوا مبعد ابعد يا زلمة هاني بدنا نزل لك الدعب الحية تبيني على الحركة هاي هاي على التكالوج يلا ورجيني يا عوك ورجيني وانا جنبك حبيبي بجد مش عارف اقول لك ايه معاك الوقت محسش بيه وأي كلام هيوصف إيه في لحظة بعيشها وأنا وياك كفاية عليا تبقى في حضني وأبقى معاك أو هيك جد النظام طب تعال اقول لك قصه تعال اقول لك مين دخل افهم عليك والله عشاني بحبك اقسم بالله انت شفتها كيف كانت تطلع فيك ولك اكلت منك شكفه مش معقول تعرف ليش مش عشان سواد عيونك بس عشانك اسمراني وامور وحلو طلع ما شاء الله عليك ولك بتجنب بس بدك لبسه امان طلع يا حموته بتحكي صحيح ايه حموته بدي اقول لك قصه حس قلبي يا اخي نفسيا متحول مش قادر استطيع هيك لما شفتها هيك تقول قمر طلع تقول ولك لبقيت لك ولك هاي بتخلف منها كراميل اذا بتتجوز ولك هاي الله يجعل امها حماتي باذن الله وعلى ايدي على ايدي انا هذا ان شاء الله الموضوع بتعرف شو شايف حالي شو هيك لابس بدله بيضه وهيك قميص احمر يبقى هيك لما ابقى هيك على الحفله نفسي اتجوز نفسي ابقى عصامي نفسي اتغير كاني متخيلك على اللوج بس طب افهم علي بدي اقول لك شغله بدي منك شغله بدي تغير هاي اللبسه وتزبط لي حالك وتمتك امورك عشان هي ماكله والله بقول لك بدون ولا شيء ماكله يا رب بس يا رب يا رب انها تمشي ان شاء الله خير روح عبين ما اطير هذا ابو عين انسى يلا يلا ضلك زبط ولك بتعرف انه بيطلع لك زي الضربان ريحه لما تشوف زي الضربان شو هذا الضربان يا زلمه انت شو اللي بتحكي قاعد فيه يا زلمه بعرف لك من ريحه المهم اكمل لك شغله تعرف انه هاي البنت اكلت شكفه من راسك وهي تطلع ايش مالك انت ايش مالك يا زلمه شو خش علي بوك الجرافه يا زلمه بتعرف اشي انا بس مستني اعد للعشرة كمان عشان اعيش قصه سندريلا بكامل حذافيرها يعني بس ضايل ستيل الكندره مش قادر اسدد بدي اقول لك شغله بتعرف والله ما اطلعت عليك كثير هي مزاحتش نظرها عنك ظلت هيك تطلع عليك مكتوب على جبينها سيتي بدها اياك اسمع زبلحت لك العم جلدي عشان افضي لك انت يا زلمتي اصلا بدك تتجوز اخوي بتعرف شغله عقصة الجواز هاي بقت ام العبد مبرهيات عندنا بالدار تقرب الفنجان بتحكي لامي قولها انا شايفه عروس بالفنجان لعل وعسى بتعرفش بتيجي على اهون الامور وانا هيك قلبي حسني يا اخوي عشان هيك لازم تضبط لي حالك شو اضبط لحالي تلبس لي لبسه زي العالم والله رجعت لك لبسه ايوه اشي شغل طلياني انساني جلدي اني بستنى اقول
والله غير اخليك انت والاسمر تقتلوا بعض. بس انسى هذا شو من انو حبل غسيل صرت متدره وجاي جلدي. هذا جعطته من ابو عثمان قال لي قبل ما البسه قال لي هذا اخر قصه قصه الكوبرا كله بيجي معاه بعد بنام انسى زي ما بدك. بس شو العطر العاطل اللي زيخ الرش هذا يا زلمه؟ هذا خلص تيز بدك تدقق لكونك خلص خليها ساتره خنقتني بنزين تقول. طب اسمع افهم علي هاي البنت مستحيل تنقسم على اثنين بدهاش غير شو اثنين انت بدها والله العظيم بطحن طحن ايوه بديش اياك تسكت يا اخوي. لا لا بنات هيك بحبوا الزلم الخشن الزلم اللي بتعرف انت كيف تعرفني انا قديش حمش حموت انا بقلي عيني الثلاث اوعى هيا طلع ما حتلت اكياس هسه بتروح يا جلدي تحمل عنده وبتساعدها خليك محترم اه واديب ما عليك ما عليك ادعس ادعس والله لخرب بيتك وبيت الغصب. عفوا في مجال بس اطلب منك طلب يعني انا بشوف حرام انت تحملي هذول الاغراض بقدر اساعدك؟ اقول لك تعرف عشان ظهري عندي قصه بالتنكات وبنقي المي ف لا لا يعني سبحان الله يعني كيف انت 36 عصفور بسطرين مش بحجر واحد لانه محسوبك اللي قدامك بالحاره كلياتها بس شغلتي اشيل الاكياس خصوصا يعني واحده زيك انت شكلك جديده بالحاره اه والله محسوبك هسا وضبط لك كمان التنكات دورة الحام أكسجين تحت المي خلاص يلا تفضلي تفضلي أنو بإذن الله خزانك وين؟ هذا خزاني هذا تاع الجيران بدي عفارم عليكي محسوبك النباهة بتقدح قدح بين عينيه انا عارف انت شو اللي بدك اياه انت انقطعت شويه مي وحابه محبوب الدنيا كلها تعبي لك مي ما عليكي توكل هذه اصلا عادي عادي بين الجيران اخويه بتعرف والله انك احسن واحد بالحاره امانه الله بتحكي عن صحيح انا اصلا خلص شو بدك انت ما عليكي خلص انا بدي انزل تحت شوي 10 دقائق كل الخزانات على الداير راح يبقى نهان وشرطك اذا مش على السخن تحممي وامورك تمامات انسي شكرا مع السلامه ديري بالك على حالك اه قال اسمر قال هلا والله هذا فاضي على الكامل يلا زيح ستي من الطيب يقولوا الحلبة طارت والماء يطار والشمبر اوعى البويه بس من الفوتي لازم تعرف انه هذا البسكليت تبع سباقات من الفوتي لازم اعرف انه اللي راكب البسكليت تبع حمير مش مشكله بس امانه الله يا حموته تقول لي كيف اللبسه تبعت الماكل داتسون ماكله ولا لا والله ماكل داتسون زي ما بد اقول لك لو امي تشوفك هيك غير تحبك غير مقدره يا صاحبي ها انسى الموضوع زي ما بقول لك بس اخوي انا حسنساني من هذا الحكي كله انا بدي الحكي الصح الحكي القوي الحكي اللي يبي الحكي القوي والحكي الصح والحكي اللي يبي انا اقول لك شغله مش بدي اهوي لك بس احذر مين عنده الحكي القوي مين زلمتك ستي والله العظيم وحياه الله اذا بقرب عليها يا زلمه بتعرف شو بعمل فيه بقطعه تقطيع بدي اقول لك بقصه بتعرف انه خلع لبسي عن اول حبل غسيل وعلى الدعسه صار داخل ولا حمل عنها اكياس شوالات هيك هيك وبقول اذا بشوف الاسمر لا ادعس على وجهه انا قلت له ما بصير هالحكي الاسمر بدها اياه البنت بقول لي ما تتدخل انت ومش عارف يا اخوي اقعد شوي هسه ما بطلع من خرجه غيري بالضبط انا بفرجي انا بفرجي اقعد اقعد هسه بس ينزل وفرجك فيه يلا أبو العيسى أنا متأسف بس بحكي معك بعدين أهلا وسهلا بالدوميزيل هلا بس بدي قطعة صغيرة حلاوة بس بدك قطعة حلاوة ولك ما أنت حلاوة
ما انت هيطلية، ما انت يقبش وبالقلب يقمش. بدي اقول لك قصة، انا اسمي الاسمر، مخاوي هون على الحارة زي ما بدك، اي حدا ببلش فيكي بيجي فيكي، بس انت اشري ودشري، بعمل لك كركبة بالمركبة. اه انت اهلا وسهلا، ايش بدك عيسى زبطها؟ حط لها قشطة. زبطنا يا عيسى، اعطيها اعطيها قشطة وكله احسابي. انا بقول لك زي ما بدك هون بالحاره، كل بخاف مني. اه طب تعرف حدا ينظف لي ورا البيت؟ كله صراحه غبره قد الدنيا. ولك هذا طلب تطلبيه؟ ولك ما انا شوفير مكنسي، انا 3 سنين متقاعد من وين، من الامانه، كنت شوفير على المكنس زي ما بدك. انا بنظفها والله. طب تمني تساعدني يا ريت، انا كرهان انا من تمك لباب السما. اوكي تفضل ابو العيس، بشوفك بعدين يا اخوي، يلا سلام. سلام. هو يعني مش كتير عجقة، بس شوية غبرة هيك. أنا والله ربع ساعة نص ساعة يعني بكون مكنسيتها وشطفيتها، بس لو ظهري ما بوجع. ولك سلامة ظهرك، شو اللي انتي ربع ساعة ونص ساعة؟ ولك راح تنصدمي وتتفاجئي من الأداء تبع المكنسة. ولك أنا شوفير على المكنسة، هاي راح أخلي لك إياها ترجع وكالة توج. ترى أنا موسوس، ما يغرك يعني لبسي وهيك، أنا موسوس، وبس انتي أمريني وما عليكي. بصير أقول لك شغلة، والله يعني انت كتير منيح، يمكن تكون احسن واحد بالحارة. ولك الله يا رب يفتحها بوجهك، ويا رب يستر على عرضك على هالكلمة قد ما جبرت بخاطري. روح اشيك على الطبخة عن اذنك. لا روح خدي راحتك، انا بتغيبي لك ربع ساعة زمن، بوعدك ارجع لك اياها لنك. خدي راحتك. الله يسلم وهدي اياك. عن جد غلبتك، معنا ضل شوية غبرة بس كلك ذوق الصراحة. لا بالعكس، يعني تعي كل يوم مبدئيا، لو كل يوم انا اجليلك وانضفلك وامسحلك السرماية ما بحكي. لا انا لما شفتك مين نزل القاطع، يعني بالعكس ولا غلبة ولا اشي. والله لو في وقت كان شبنا قهوة مع بعض، بس انا لازم اروح. لا خلص مش مشكلة، انا معناته بمرق لك مرة تانية، خلص ولا يهمك. أوكي. بدك اشي؟ شكرا، باي. شو يا كبيرنا، نقزت نجمة خفيف ما شاء الله، صلاة النبي عليك. والله ما بتمدوا ايدكم مع بعض. تقعدش تقولي والله ما بتمدوا ايدكم مع بعض، مش ما بتمدوا ايدكم مع بعض. شو اللي تمد ايدك حبيبي؟ لو سمحت توقف بيناتنا، لانه انا ترى مش قادر، العفاريت الدنيا بتتنطط بوجهي. ما مالك ما مالك فايت علي هيك وقاعد تلوك حموتة؟ قل له اسم انت ايش مالك؟ اسم انت مش عارف انه جاب اهله وبده يخطبها؟ شو اللي تخطبها؟ والله بدق فيك، بعمل قصة، بعمل مصيبة. شو اللي بدق فيك؟ شو تحكي؟ شو تتجوزها حبيبي؟ بدي اقول لك على قصة يا حبيبي، مو انا برضه يا حبيبي مش مرمطان عند حصتي هاي، اظن اقعد اعبي مي ومش مي واشيل عتر عنها اكياس. مع انه حبيبي هي بتموت علي ولها ساعتين اصلا، انا عندي انا بعرف انا بتدخل انا بعرف انا مش ما يعني ماسك حالي عنك مسك، مش حلو يقولوا قتل الولد عشان بنت. حبيبي انا يا خريب يا لعيب، هاي البنت مش راح حل عنها. انت فاهمك شغلي، فاهمك شغلي بس. اه ايه ايه ولك دم ولك اسمك ايه؟ عجبك يعني هيك انا شو عملت بالولد؟ شو مسوي فيه؟ كل هذا عشاني بحبك، بدي اياكي تكوني مرتي على سنة الله ورسوله. شو بدي اسوي؟ ضلوا لازق لي زي كوع النكد زي الرصد، قتلته. شو بتخبص؟ شو بتخبص بس عشان حكيت لكم كلمتين حلوين؟ يعني انا فتحت راسه عشاني مبلي بالحفاية. شو يعني اللي عاد انت خليتيني اعمل هيك؟ يعني انت ما بتحبيني؟ اكسكيوز مي، انا عم حتزوج الاسبوع الجاي، ما عم بنظف البيت ليش يعني؟ شو هادي؟ اصحى من الحلم. شو بدك تساوي؟ وال هي خليتيني اذبح الاسمر حموته. 4 3 يا ريدي، يلا يا اخوان كيوت. اليوم 30 قرن حلب راحوا لله والوطن، 20 وهي كمان المائيات. يلا هيا نروح. الله شو اليوم؟